لقاءنا لقاء احتفال اليوم لنبارك لجيسيكا قبيسي بطلة لبنان بلعبة الشطرنج لعمر تحت 8 سنوات. هاي جيسيكا. هاي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ منيحة، انت كيفك؟ انا كتير منيحة لانه تعرفت عليكي. هيدي هي جيسيكا بطلة لبنان اذا، وكمان بدنا نرحب بمسلم نصر الله وهو مدرب جيسيكا. صبح الخير مسلم. صباح كيفك؟ صباح الخير لك والمشاهدين. اليوم مزينين لنا الاستوديو بهالتروفي، مبروك لك جيسيكا هالتروفي. هذا ليه ربحتي؟ لان دربت كتير منيح، فبس اجت البطولة مس كالكوليشن وكذا التدريب ربحت. ربحت بالشطرنج، هاللعبة اللي كتير صعبة، مش كل الناس بتعرف تلعبها هيدي اللعبة. صح، سهلة. سهلة اللي بيعرفوا شطرنج، بس اللي ما بيعرفوا وبدهم يتعلموا وبدهم كوتش. مشان هيك مسلم موجود، يعني بدنا نقول ثانك يو للكوتش مسلم انه هو كمان ساعدك بهيدا العمل. عم بتقوله صح. سهله وصعبه بنفس الوقت لعبه الشطرنج. 100% هي بتعتمد على المنتل سكيلز، القدرات الذهنيه، بدها تركيز، بروبلم سولفينج، تصور، قدره التصور لبعدين. انه في حالات من الشطرنج انت لازم تكون قادر تتصور البوزيشن بعد 4 أو 5 موفز او اكثر حتى، يعني حسب الليفل. اوكي، فنحن بحاجه لهيدي السكيلز، فكرمال هيك هي مش لعبه سهله. إيه مسلم، يعني يكون في رؤيه، يعني شو بقولوا بروبابيليتي، في حال تحرك هيك، في حال خصمي لعب هيدي الموف انا شو لازم العب من بعدها، في حال ما لعب هيدي اللعبة غيرها شو لازم اعمل؟ لازم انا اكون، يعني هي بتعتمد على المنطق بشكل كثير كبير. اوكي، والشطرنج هي اللعبة الوحيدة بالعالم اللي هي ما فيها حظ ابدا. 0% luck، ما فيها ابدا حظ. فيها منطق. منطق، هي لوجيك. طيب بعمر جيسيكا، جيسيكا انت مش اول مرة بتربح، يعني انت مبلشة من عمر 5 سنين. صح. مزبوط؟ مزبوط. كوتش بعمر 5 سنين هيدا المنطق موجود؟ يعني اكتمل الدماغ ولا بده يكون الولد عنده شيء وراثي؟ هالسكيل وراثيه من شي محل؟ هلا لا شك انه التالنت لازم تكون موجوده، المنتل سكيلز لازم يكونوا موجودين، بس نحن بنقدر ندرب الاولاد الصغار انه يفكروا بطريقه التفكير المنطقي. يعني هذا نحن قادرين نعمله. اكيد. يعني انه انت عملت هيدا الموضوع في له consequences، في له اشياء حتصير بعدين. صح. بلشنا مع عمره 5 سنين ولقينا انه تفاجئنا نحن صراحه بانه التفكير المنطقي وهالقدره بالتفكير لع حد عمره 5 سنين. مع جيسيكا وحتى مع ناس غير جيسيكا. صح. جيسيكا مين بيلعب شطرنج معك بالبيت؟ خيي دانيال. خيك بدربك يعني بيساعدك؟ ايه. كيف بلشت انت وياه تلعبوا شطرنج؟ على اي اساس؟ أول شيء هو بلش بالشطرنج، رجعت أنا بلشت ورجعنا لعبنا ضد بعض. مين ربح؟ اثنيناتنا بنربح، يعني نحن بنفس المستوى. نفس المستوى بهيدي اللعبة. طيب، وأنا قالوا لي إنه أنت الآيباد أو التابلت مثل حيلا حدا بعمرك بحب يقعد يلعب على التابلت ألعاب، أنت بتلعب شطرنج عليها؟ ايه بلعب شطرنج، كثير بلعب شطرنج علي. يعني ما ضيعتي وقتك على الايباد اللي معك؟ ما ضيعت وقتي ابدا. يعني التابلت ساعدتها، يعني اليوم الولد اوقات بيقعد ساعات وساعات، من هون بدنا نقول انه جيسيكا عندها كمان هدف عم تشتغل عليه. بكفي واحد ينزل شطرنج ويقدر يتمرن كوتش؟ هلا الاونلاين تشيس نحن كبراكتس ككوتشز نحن كثير بننصح بالاونلاين تشيس بالبيت انه هو كبراكتس، بس السيشنز اوفر وكمان حتى اللعب اوفر ذا بورد على الطاوله بوجه لوجه اكيد هو الاساس. يعني بالنهايه نحن التورنمنت عم نلعبها اوفر ذا بورد، مش عم نلعبها اونلاين. فنحن منيح بفيدنا كثير الاونلاين تشيس والبراكتس على التابلت، بس الاوفر ذا بورد هو الاساس. كم حدا لعبت ضده باخر جولات؟ كم حدا ربحتي لانت تاهلت للنهائيات؟ كم حدا كان معه؟ باخر بطوله، بطوله لبنان للشطرنج الطويل، هي كلاسيكال تشيس، بيكون شطرنج طويل، بيكون 80 دقيقة لشخص و80 دقيقة للشخص الثاني، يعني احتمال الجيم يطول 3 أو 4 ساعات. أربع ساعات قاعدة عم تلعب؟ 3 أو 4 ساعات، إيه حسب، احتمال يخلصوا بدقيقتين، احتمال يمد معهم الجيم لأربع ساعات، احتمال.
هلا هو هي اكثر جيم اخذت معها تقريبا شي ساعتين وشوي غير اخر بطوله، بس في جيمات اخذت معها 3 ساعات وربع بعمر 6 سنين. ايه؟ اخر تورنمنت هي لعبت مع 6 اشخاص ربحت 5 وتعادلت 1 بالفئه العمريه تبعها ببطولة لبنان اللي صارت مؤخرا. وإناث ولا إناث وذكور؟ إناث. كله بكل إناث بيلعبوا لحال مثل كثير من الرياضة. إيه بطولة لبنان بتكون إناث لحال وذكور لحال. وبرا؟ حتى بطولة آسيا وبطولة العالم بيكونوا مفصولين. إلها علاقة بذهنية التفكير ولا لا؟ ليش فاصلينهم؟ هلا فيهم ببطولة الأوبن بالعادة بيلعبوا فيميلز وميلز عادي بشكل طبيعي، بس الإيج كاتيجوريز أفضل يمكن أفضل إنه ينفصل. بتتعبي أنت وعم تلعبي؟ يعني بالجولة اللي عملتيها قبل ما تربحي هالتروفي اللي كتير حلو تعبتي؟ بتحسي حالك تعبتي ولا ما بتحسي بالوقت؟ تعبت. الواحد لازم يتعب عشان يربح، إذا ما بيتعب ما بيربح 100%. بس أنت عم يتعب تفكيرك مش إيديك وجسمك، أنت ما عم تعمل سبور، ما عم تركضي، صح؟ كيف بتخلي حالك هيك يضل عقلك واعي وتضلك عم تقشعي وتفكري؟ أنا عم ضلي أعمل كالكوليشن على البورد، عم ضلي أطلع عليه ما عم فكر بشي تاني. طب فسري لي كيف بتعملي كالكوليشن، يعني اذا انا قربت خطوه شو بتكوني انت عم بتفكر بالشطرنج؟ عم بفكر اذا شو قربت خطوه، ليش في عنده فريت او لا. اوكي يعني بصيروا الاسئله هن لحالهم، التفكير المنطقي. يعني هذا الشخص ليش قرب هيدي القطعه لهون مثلا، هيدي البيس ليش قربها لهون، شو الهدف من وراها، شو التهديد اللي عم يعمله، شو لازم انا اتصرف معه. أوكي. يعني دائما هذا التفكير بيكون بباله. ايه وبالنسبه للتدريب وتعبها قبل بنهار من كان عندنا جيم حاسم ببطولة لبنان، وكان عندنا يعني انتنسيف تريننج كثير، عندنا تقريبا دربنا اكثر من 5 ساعات بنهار واحد. انا تعبت، جيت بالدفاع اجت قالت لي لا ما خلصنا بعدين. يعني انا تعبت. شو هالكوتش هيدا بيتعب بسرعه بعد 200 ساعه شغل؟ شو هالكوتش هيدا؟ شغف، هيدا الشغف هو اللي عمل هيك. يعني الشغف اللي عندها لجيسيكا بيخليها ما تتعب. يعني جيسيكا ليه بتحب الشطرنج؟ شو بيعطيك؟ شو بتحسي بفرح بانه انت عم بتخلصي مرحله، بانك عم تربحي؟ شو الاكثر شعور بتحسيه؟ بحسه اني عم بفرح كثير بالربح. بالربح والخساره ايتش وحده نتعلم شيء، في وحده بريزنت وفي وحده لا، البريزنت هي نربح، لما انا بريزنت هي نخسر، بس كل جيم بناخذ اكسبيرينس. يس شو بتشتغلوا على المنتل هيلث؟ شكلكم عند الاولاد تطلعوا دائما 100%. وهذا الموضوع انه اذا حتى لو فات وخسر يعتبر انه هيدا لسن تعلمه، كنا ما يغلطوا المره الجايه. لا المشكله الولد بتقبلوا الخساره يعني صراحه. لانه واجهنا نحن المشكله حليناها. انه الولد بهالعمر هو الحياه كلها بتتمحور حواليه. حول ربحه، يعني هو بده يربح بس ويكون اتنشن عليه، فنحن لا حاولنا نطلع من هالموضوع طلعنا يعني. لحن بنشوف شويه صور لك يا جيسيكا، هون انت وعم مكتوب المركز. المركز العالي للرياضة العسكرية اللي هو المركز اللي صار فيه بطولة لبنان الفئات العمرية بمارو. اوكي هلا بدي اسألك مين بيجيب لك هالفساتين الحلوين؟ كثير حلوين هالفساتين. قد ايه حلو هالشيء هون كمان كوتش عم يعني عم تفرحوا بهيدا الانجاز، كانك انت كمان ربحت، لانه انت البارلل جيسيكا. طبعا في هي الحس تبعها بس في التدريب كمان. هون كان قلبك عم بدق ولا كنت عارفه انا رايحه اربح؟ هون ما لازم اعمل underestimate اوكي او overestimate. اوكي ما نضلنا واقعيين يعني نحن. لا underestimate ولا overestimate. اوكي ايه فانا جيت قلت فيني اربح ان شاء الله. اوكي واذا خسرت؟ ايه واذا خسرت ما بقصر، بس انا تدربت. ايه انا كنت منى قابله اخسر فتدربت لتربح، عملت كالكوليشن لاربح 100%. وهون عم نشوفك انت مزينه هالتروفي مثل ما هو كمان هيك لبقلك هيدا الربح. باي مرحله انت وعم تلعبي بتحسي انه انا اكيد رح اربح؟ انا مو بقول
انا ما بقول اكيد رح اربح وما بقول اكيد رح اخسر. ما بتدربون انه ما بتعرف حالها انه هلا انا بعد هالدقيقتين رح اربح؟ لا نحن هيدا حاولنا نطلع منه لانه هيدا الايرلي سيلبريشن واجهنا معه مش ما بتبين؟ بتبين بيكون هي عندها هيوج ادفانتج بالجيم. اوكي بس الكيرلس موفز بالهيوج ادفانتج عم بيخسرنا احيانا. فنحن بنقول انه انتم ما بتربحوا غير ما تعملوا تشيك ميت وتعطوا الريزلت للحكم. يعني ما بتعتبروا حالكم ربحانين. هيدا الايرلي سيلبريشن مره خسرنا جيم يعني. كلنا هيك اوقات بنستعجل بنفقس اخر شيء. هيدا طلعنا منه هلا مثل ما عم تقول لك انه هي ما بتعتبر حالها ربحت غير ما تربح. بس بدها ثبات عاطفي يعني مسلم هون يعني بهالعمر. مزبوط مزبوط في هيك هذا الكاركتر مهمه جدا اكيد. نحن عم نشتغل على هذا الموضوع السايكولوجيكال. صح. جيسيكا وقت هيك بتعملي له هيك شملك هيك بتقلي له شو بتقلي له اخر شيء؟ لا وقت بدك تربحي شو بتقولي اخر كلمه شو بتقولي وقت يعني اعتبر حالك عملتي لي تشيك ميت. في تشيك ميت شو بتقولي؟ تشيك ميت وشو بتعملي من بعدها؟ عملي الموت. نعمل تشيك ميت اند وي شيك هاندز. بقى شو ارستقراطيه بدك انا كنت كبيت الطاوله كلها. هيدي معترف عليها انا بس يصير تشيك ميت ما هيدي ما في منها انه نضرب الكينج ديسريسبكتفول معتبر. ريلي؟ فخلص تشيك ميت وشيك هاندز وجود جيم. واو وبعدين اي ساعه احتفلت وين بحق لك تنبسطي وتفجري طاقتك يعني قاعده اربع اكزاكتلي قاعده اربع ساعات تقريبا بهالثبات بهالانضباط خلينا نقول حتى الفرحه ممنوع انها يصلها هي بيكونوا عم يلعبوا بهول ممنوع يصلها اي بعرف انا حضرتهم يعني قد ايه صح تنطر حتى تطلع لبرا عند الكوتش بس تطلع عند الكوتش هاي فايف وبرافو بكبرون اكثر من عمرهم كوتش يعني هيدا الشيء لا صح صح بس نحن عم نحاول انه كل طفل يعيش طفولته صح يعني يلعب يعني احيانا كثير بيطلعوا من عندنا طلاب بيخلصوا الجيم تبعهم بنلاقيهم رايحين يلعبوا فوتبول هلا بنحاول قد ما فينا ننتبه لهم وما يتشتت تركيزهم بس بنقول هودي لازم يعيشوا طفولتهم يعني صح يعني تشيس ما بدنا تكبرهم وتلغي لهم طفولتهم تشيس يعني هي لانهم فان وعم تعمل عم تحسنهم طبعا طبعا شو بتعملي غير التشيس يعني لعبتي وربحتي هلا شو بنعمل نضلنا ندرس تشيس ولا شو بنعمل؟ ندرس تشيس بتعمل شيء ثاني شو؟ تشيس بتدرب انا بتدرب بالبيت بعمل كرافت بعمل تشيس اوكي بتحبي ترقصي بتحبي تغني ترسم كثير منيح اوكي بتحبي الرسم كثير بحب الرسم هي كمان بتاخذ سيشنز رسم اوكي كيف تدربون على الاستراتيجيه يعني اليوم لان عم تلعب هي مع خصم من عمرها صح غير ما تكون عم تدربنا إلي يعني مزبوط. حدا ناضج تفكيره اكثر يمكن كيف بصيروا التدريبات وقد بياخذوا وقت نحن عندنا بلان فريندلي للصغار ما بتكون اشياء معقده بالاول من بيزكس بس نعطيهم تاكتكس ونحاول قد ما تكون هيك قريبة لهم يعني ما تكون أكيد تدريب صغار غير كليا تدريب الكبار وأيام تورنمنتس بيصير في preparations يعني كيف لازم نلعب يعني ندرس الخصم كيف بيلعب ونحضر على اساسه سو انت بتعرفي منن الخصوم تبعك يعني انت بيجيك لائحه عارفين منن الناس اوكي هذا ببطولات الشطرنج الطويل الكلاسيك اللي هي احيانا بيلعبوا مباراه او مباراتين بالنهار اوكي فنحن قبل بالنهار بنكون عارفين من الاوبوننت طبعا هذا بنلعب ضده فنحن بنروح بنحضر الجيمز ونلعب بنشوف اخطائنا بالجيمز اللي قبل بنعمل اناليسز للجيم تبعنا اوكي بنشوف اخطائنا وين وحتى بنشوف اللي ضدنا شو لعبين صح بنعمل له اناليسيز للجيم تبعه وبنشوف الويكنسز تبعه وعلى اساسها بنتصرف جيسيكا في حدا مثلا قريتي له اسمه قلتي لا هيدا يمكن كثير شاطر لا انا ما بقول ولا حدا شاطر ولا حدا منه قوي انا اذا بتضلي كونفيدنس وبتدرب اوكي بس تيجي الجيم اذا تعبت على حالي بربح يعني انتم بتشتغلوا عليهم يكون عندهم سيلف كونفيدنس يعني نيفر اندر استيميت ونيفر اوفر استيميت بس وين جمال التحدي مسلم فيها هيدي هو هيك لازم هيك لازم هي اللعبه هيك لا هي الباتل بتكون على البورد على البورد صحيح بتشوفيها سايلنت ما في ضجه ما في هيك
بس هو عن جد بيكون في صراع بين فكر وفكر، بين عقل وعقل، ما بيعيشوا غير اللي عم يلعب يعني. لانه نحن بنفتكرها لعبه يعني فيها شانس انه حدا يربح. اليوم عم بتقول لا، هي فورمولاز عم تبرم بدماغه للاعب. صح. والخساره هي لان عمل خطوه غلط، ما في خساره لانه قراره هو. الخساره هي القرار اللي اتخذه بموف معين ادت لخساره. في شيء موف عملتيها كانت سبب انك خسرت جيم؟ انت وخيك، مش بالتورنمنت، انت وخيك لعبتي لك شي لعبه غلط، قلت يا ريت ما مشيت هال بيون هال انا اول شيء بفكر وبعدين بلعب. قد ايه بده وقت هيدا التفكير ولا بصير دغري بتطلع؟ حسب. هلا التشيس مقسم الى كاتيجوريز. اوكي. بليدز تشيس اللي هو خاطف 3 دقائق او 5 دقائق. رابيد تشيس عاده بلبنان عمرها 10 مينتس. والكلاسيكال تشيس اللي هو شطرنج الطويل ساعة ونص أو ساعتين أو حسب كل كاتيجوري. بطولات الرسمية بتكون كلاسيكال تشيس شطرنج طويل. بيصير أكتر شيء بلبنان بطولات رابيد اللي هو 10 مينتس. فنحن بين ال 10 مينتس والساعة ونص. نعم. بين الكلاسيكال والرابيد تشيس بنتدرب معنا هذا. جيسيكا شو بتحب تقولي؟ هلأ نحن خلصنا المقابلة، شو بتحب تقولي لكل الصبايا والشباب اللي عم يحضروك ومن عمرك؟ شو بتقولي لهم؟ أنا أول شي بقول لهم ما توقفوا الشي اللي بتحبوا تعملوا، الشي اللي بتلاقوا أنتوا شاطرين فيه أوكي عملوه، الشي اللي بدكن إياه عملوه. والتدريب على المهارات ولازم تعرفوا هالشغلة، تتدربوا على الشيء وبتتعبوا على الشيء بتنجحوا. يس. إذا ما بتتدربوا وما بتتعبوا على حالكم ما بتكون هالتالنت لإلكم 100%. ولا الماما والبابا شو بتقولي لهم يلي هن حايتينك ويلي فخورين فيك قد ما نحن فخورين وأكثر؟ بقول شكرا لكلهم اللي شجعوني. وبقول لهم هاي لكل رفقات اكيد. ونحن من هون بنرجع بنبارك لك وبقولكم كمان انتو. حبيبتي ميرسي لك، ميرسي لانك جيتي لعنا اليوم وشاركتينا بفرحتك وشاركتينا بربحك. يعني نحن فخورين فيك طفله عمرك 8 سنين يمكن بعد ما صاروا كمان وربحتي هيدي البطوله. مسلم نصر الله يعطيك الف عافيه، مش بس على يعني على اللعبه انما كمان على الموتيفيشن اللي عم تعطيه لهالولاد وهالطريقه الراقيه ب يعني ايصال رساله الشطرنج. نحن بالتشيس اكاديمي بكلمات جميله كلمات مطرح ما نحن ندرب، عم نحاول مش نشتغل بس على التكنيكال على الاشياء كلاعب كلاعب تشيس، عم نشتغل على المايند سيت تبع الولد، على البيرسوناليتي تبع الولد. وعندنا ان شاء الله بطولات خارجيه من بعض بطولات لبنان. بطوله لبنان كانت اول تارجت لنا ب 2024، ان شاء الله عندنا بطوله اسيا وبطوله العرب ان شاء الله. بدي منك توقفي هيك يكونوا اخدينك بالكاميرا على اللاج، تحملي لنا هالتروفي مثل ما عملتي بس اوعى الميكرو، قربي بعد بعد بعد، يلا حملي وعلي كيف ربحتي؟ هيك رح نختم لقائنا مع بطلة التشيس للاندر 8 years old جيسيكا، مبروك. الله يبارك فيك. بنروح لفاصل مشاهدينا ومنتابعين.